من بغداد مراسلنا هناك مصطفى القطان. إذن مصطفى، تفاصيل إحباط عملية تسلل لمجموعة إرهابية، وهل ذكرت القيادة المشتركة في بيانها أو القوى الأمنية تابعية هذه المجموعة لمن؟ نعم، طبعا لطالما كانت الحدود العراقية السورية مصدر قلق ومحط اهتمام قوات الأمن العراقية، باعتبار أن تلك المنطقة الصحراوية الطويلة التي تمتد للعديد من مئات الكيلومترات وتربط العراق بسوريا استخدمت من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي وكذلك مجاميع مسلحة أخرى من أجل نقل المقاتلين ونقل العتاد إلى داخل العراق وإلى سوريا وبالعكس. وبالتالي تحاول قوات الأمن العراقية ضبط هذه المنطقة بشكل كبير من خلال زيادة أعداد قوات الأمن العراقية المنتشرة في تلك المناطق ونصب نقاط تفتيش ثابتة ودوريات متحركة وأجهزة المراقبة والبحث في هذه المناطق من أجل منع عمليات التسلل ونقل السلاح من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية وبالعكس، من أجل حرمان تنظيم داعش وكذلك المجاميع المسلحة الأخرى من شن عمليات إرهابية داخل الأراضي العراقية أو كذلك استخدام الأراضي العراقية كمنطلق لاستهداف ربما الدول الجوار بحسب طبعا ما تهدف إليه قوات الأمن العراقية وكذلك الحكومة العراقية. لم توضح طبعا أو لم يوضح بيان خلية الإعلام الأمني من هي هذه الجهة الإرهابية، لكن عادة يشار إلى المجامع الإرهابية أو يقصد بالمجامع الإرهابية تلك المجاميع التي تنتمي لتنظيم داعش أو ترتبط معها بالمصالح وتحقق نفس الأهداف في الأراضي العراقية. طبعا قوات حرس الحدود التي كانت متواجدة في تلك المنطقة اشتبكت مع المجاميع المسلحة التي حاولت التسلل إلى داخل العراق لأكثر من نصف ساعة، الموضوع الذي أدى إلى سقوط أحد المقاتلين في حرس الحدود في تلك المنطقة بالقرب من منطقة سنجار. وكذلك قامت قوات الأمن العراقية بحسب بيان خلية الإعلام الأمني باستخدام مختلف أنواع الأسلحة لمعالجة الأهداف والعناصر الذين كانوا موجودين في داخل الأراضي العراقية والذين لاذوا بالفرار بالمحصلة. مكتب القائد العام للقوات المسلحة على الجانب الآخر ذكر بأن جهاز مكافحة الإرهاب والآخر نفذ عمليتين أمنيتين في كل من بغداد والأنبار، تحديدا في منطقة أبو غريب في بغداد وفي منطقة هيد في الأنبار، أسفرت عن اعتقال 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي الذين كانت تحاول قوات الأمن العراقية إلقاء القبض عليهم، وتمكن جهاز مكافحة الإرهاب بالمحصلة من القبض على هؤلاء المطلوبين. وبالتالي تستمر قوات الأمن العراقية بشن عملياتها الأمنية على طول الشريط الحدودي وفي داخل المدن العراقية من أجل تقويض جهود عناصر تنظيم داعش. نعم، هذه العمليات مصطفى هي عمليات وكذلك المدنيين. نعم، هذه العمليات التي يقوم بها الجيش العراقي والقيادة قيادة العمليات المشتركة هي عمليات روتينية دورية مستمرة، أم ربما نحن أمام حملة خاصة الآن من قبل الجيش العراقي والقوى الأمنية لوضع حد لعمليات تسلل تنظيم داعش إن كان من سوريا إلى العراق أو بالعكس؟ بالفعل يعني ربما هذا ما يهدف إليه الجانب العراقي، هذا ما تهدف إليه المنظومة العراقية، باعتبار أن تنظيم داعش في الفترة الأخيرة رفع من مستوى نشاطه في الأراضي العراقية من خلال نصب الكمائن، تنفيذ عمليات متفرقة بين الفينة والأخرى في مختلف المدن العراقية، كان آخرها ربما استهداف في محافظة صلاح الدين وكذلك عمليات متفرقة أخرى. لذلك يحاول أو تحاول الأجهزة الأمن العراقية ضبط الحدود العراقية لتخفيف من حدة تلك الهجمات داخل الأراضي العراقية من خلال حرمان تنظيم داعش من خطوط الإمداد وكذلك المقاتلين الذين يأتون إليه ويفيدون عليه من خارج الأراضي العراقية. نعم، مصطفى القطان مراسلنا في بغداد، شكرا جزيلا لك.